وانت ماسك العلم؟ لا مش مكسوف. مش مكسوف؟ مش مكسوف؟ لا مش مكسوف. مش مكسوف ليه؟ طيب ده علم الاهلي وانت شايل علم الزمالك بكل فخر ولا حاجه. على فكره احنا اللي بناخد الدوري طول عمرنا. مش فاكر ايام 6-1؟ مش فاكر؟ والله مش فاكر يا خسرانين. ان شاء الله بعمرت ايه؟ بعمرت ايه يا اخي؟ البت دي اهلاويه ولا ايه؟ بعمرت ايه؟ عشان بتخانق من الاهلاويه اساسا. بقول لك ايه بس امشي. انتوا فاكرين ارجوله ولا ايه؟ ارجوله يا متسائل. انتوا مجانين ولا ايه؟ يا متسائل وعيدك بس يا كابتن تهلاوي عيدك ما تلمسنيش. يبقى كده بعد كده احنا مش هنمد ايدينا. دي بنت برضو يا عم. هو عيدك ما بمدش ايدك علينا. انت شايف نفسك ولا ايه؟ خلاص مالكوش دعوه يا عم. بتقل ادبها يا عم. طب يلا يا ماما. ما تقلش ادبك يا اخي. انت بتكتروا يعني؟ ما بنتكترش. بس يا شاطر بس يا حلوه. يا كابتن عايز ايه؟ انت عايز ايه دلوقتي؟ انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ ايه اهلاوي ولا زملكاوي يا مصري؟ طيب مصري يبقى بعد اذنك كابتن. بعد اذنك مصري البورسعيدي. اه يلا 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 بس 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 على فكره كابتن. انت زملكاوي ولا اهلاوي يا عم؟ انت مالك؟ انا ايه؟ لا انا مالك ايه يا عم؟ انا بشجع الاهلي. انت زعلان ليه؟ لا يا كابتن زمالك. يا كابتن زمالك يا كابتن. احنا كسبناكوا 6-1 يا عم. الكسوة على دمكوا. كسبناكوا 6-1 يا ابني. هم فين لعيبه بلعبتهم؟ مفيش حاجه يا عم. 6-1 انتوا عمركم سافرتوا اليابان زينا؟ انتوا سافرتوا اليابان يا اخي؟ ايوه. ده احنا لما بنلعبكم ده احنا لما بنلعبكم كل اثنين من عندنا بيمسكوا واحد. احنا اعظم نادي. احنا اعظم نادي في الكوره. اه انا متاكد يعني. يلا شوف انت. احنا اعظم نادي في الكوره. هم الاهلاوي كلهم متعصبين. يلا يا عم توكل على النت. يا عم في ايه يا عم؟ لا لا الا الله. انت متعصب في كده يا كابتن؟ يا كابتن انت متعصب. زملكاوي زملكاوي زملكاوي.